متكاملة من حبيبات اللبان الذكر الأبيض ده، مش المستكة، اللبان الذكر، هحطها في البرطمان بتاعي. يس. وهجيب عليه اي زيت بيبي عادي لو متاح، زيت انتوا عارفين اسمه اللي كل العالم عارفه، وهحط مقدار نص او تلات ارباع او اقل من الربع، اكتر من الربع بحاجة بسيطة، من زيت بيبي اويل اهو. ما تحطيش حاجة ما قلتش عليها عن خبرة في زيت اللبان الذكر عشان يعيش مدة طويلة، ما تستعمليش زيت اكل اخنقك. ادي الزيت الابيض الشفاف امامك، وادي ملعقة اللبان الذكر امامك المعيارية باختصار، و هتجيبي اصغر ملعقة معيارية موجودة في بيتك. يعني قد ايه يا ابي؟ يعني اكتر تنتوفة 125 ملي، اللي هي اصغر واحدة دي، اللي هي الاخيرة دي. ليه؟ علشان هاخد عليها اهي من الكركم ممسوحة. شفتي بعاير ازاي؟ اهي اصغر ملعقة معيارية في المعالق المعيارية بتاعتك ممسوحة من الكركم. هتجيبي اصغر ملعقة معيارية موجودة في بيتك. يعني قد ايه يا ابي؟ يعني اكتر تنتوفة 125 ملي، اللي هي اصغر واحدة دي، اللي هي الأخيرة دي. ليه؟ علشان هاخد عليها اهي من الكركم ممسوحة. شفتي بعاير ازاي؟ اهي اصغر ملعقة معيارية في المعالق المعيارية بتاعتك ممسوحة من الكركم، وحنزل بيها فوق الزيت مع باقي مكونات، وهجيب اي خلة سنان او عصاية مش من الخشب بتاعتك، وهعمل كده كده في المعمل. زيت اللبان الذكر الكولاجين الاصلي، الكركم بالكمية اللي قلت عليها علشان ما يبقاش تقيل ويبقى عليك وشك. مبشتغلش عندك يا اختي، هاتي حل وهاتي فوطة قديمة بس تكون قطن مش من البوكسرات بتاعت جوزك يعني، وحطي الفوطة وطبقيها في الحل كده. يس. وهاتي مية مغلية. يس. وحطي فيها مية، تلات ارباع الحلة مثلا مية مغلية، وبعدين انزلي بالبطرة ما مش متغطي عشان ما يعرقش وينزل المية جوه. حطي دي هنا وخشي بيها على النار. النعنع امامك اهو يا بنت الورمة، اخضر نشف. خشي بالزيت هنا، ضربة في معميعك يا ابن الورمة. خشي هنا كده في الزيت وحطيه على نار يا عند سبيه يغلي نص ساعة، نص كامل نص ساعة. هتلاقي اللبان الذكر داب جوه شوية ونزل المواد اللي هي مغذية جدا للبشرة، وتجانست واستوت مع الحبيبات في الكركم مع بعضياتهم جوه في البوتاجاز في الحل. لما بيستوي
بيكون هذا هو شكله. يرق قبل الب... هتحطي عليها، خليكي هنا علشان مش تلخبطي عشان دول اغبيه. هتحطي عليها هنا في الحلة ملعقة كبيرة من القرنفل على ملعقتين من بذور الكتان الأصلي الصلبة اللي هي مش مطحونة. واحد اتنين تمام؟ يس. اللي مش تمام انك تروحي الحمام دلوقتي، ما تروحيش الحمام ولو قلبتي ولقيتيني ارقدي. يس يس اوكي. هتحطش عليهم مية، مية كتير. هدخليها على نار السلق جنب اختها ريا. يبقى احنا عندنا هنا في عفريت اولاني بيستوي على النار في الزيت، وفي عفريت تاني مع بعضياتهم هنا يستوي. لما بيستوي بيكون هذا هو شكله. اتي الشاشة. اي شراب مش نتن، اي قماشة، اي شرب لو محجبة، وهاتي بولة وحطي الشاشة في البولة، وخدي شوية من بذور الكتان بتاعتك اللي مسلوقة مع شوية مية وقرنفل. خدي شوية والباقي يحفظ في الفريزر. أبابور رقاص، هو ده البوتوكس للرجالة والستات. احصريهم وخدي منهم كمية هعايرهالك، متقلقيش. اهي انت بربور بني. اوكي ناو هحتاج شاشة تانية. وهاخد الزيت المستخرج من اللبان الذكر اللي على النار فوق بذور الكتان اللي معاه الكولاجين الفعال الجبار والكركم. هنزل بيه هنا في الخلطة دي، والبذور ما ترميهاش، اعملي لها اعادة تدوير، حلفي امها او دخليها مع الجديدة. اعصريها وخدي منها الزيت. ادي زيت مستخرج من اللبان الذكر متأسس على ابوه عند امه اهو، والباقي يرجع تاني في البرطمان ويتحط عليه زيت تاني ويتحط في حمام مائي تاني، هيطلع كولاجين تاني على ابو شكلك كده كده. وبعدين وقعت واحدة جوه، خليها هنا بعملها بعدين. يا لهوي. اوكي في حباية وقعت في قفايا ولا وقعت بره؟ يس اوكي. اضربي مكوناتك دهيا مع بعضياتها، وبديل زيت جونسون اللي انا حطيته تقدري تستعملي زيت السمسم لو هتستعملي السيرم ده للنهار. اما اذا كان لليل واخره تقدري تختاري بين زيت جوجوبا او زيت جونسون بيبي اويل. مفيش حاجه اسمها جونسون بيبي اويل، زيت مستر جونسون. واضربي مكوناتك مع بعضياتها بالمضرب. طيب هعملها في برطمان عشان ما بهدلش الدنيا، لان ده كركم. right here we go. اهو عملنا برطمان مسائي، وتقدري تعملي منه للنهار لو حبيتي. هتاخدي بأي قطارة شوية محترمات منه او بايديك لو حبيتي اهو. تاني ده مش منها روحانياتي، هزود التغذية في الخلطة بتاعتي من خلف الكاميرا. هضحك على الناس؟ لا مش هضحك، هاجي من خلف الكاميرا وهضيف زيت السمسم للخلطة بتاعتي.
يبقى انا عملت ايه؟ زودت تغذيه. ادي زيت السمسم اهو، كميه على حسب ما تحب، السمسم بيشربه البشره. وكمان هزود عليه فيتامين اي عشان اقوي البشره بتاعتي اكتر بفيتامين اي. انا اديتك الاختيار الرخيص الاول والغالي في الاخر. وبرده بتقلبيه بخشبايه كويس قوي، او تضربيه بالبلندر لو حسيتي انه فاصل عن بعضياته، وكده يبقى عندك كامل الدسم. في عسل، في بذور كتان، في بذور اللبان الدكر المتعتقه ومطبوخه على الهادي، في كركم بكميه قليله زي ما وريتك. انتي كده اخدتي مني خلطه مظبوطه 100% للاغنياء والفقراء. Thank you.